والنهارده ندخل في ايه ان شاء الله باذن الله. وانت لسه عندك برضو يوم الاثنين في الريفيجن بتاعت النيدد بيزكس والاستاتستكس، يا تخلصها يا اما مثلا سي نقول على نص سيكشن جاي او من السيكشن الجاي. يعني النهارده برضو مش هنكون، يعني هنكون خلصنا جزء من الشيت الاولاني لكن برضو ايه مش كله. anyway انت لسه عندك برضو في السيكشن مشغل في الايه في المراجعه، في مراجعه الستاتستكس ان شاء الله. تعال نقول كده اتكلمنا على ايه المره اللي فاتت. احنا اتكلمنا على عموما اتكلمنا ايه بقى من المنهج من اول مره، يعني خلاص عدى في الفويس اوف كاستمر، اتكلمنا في كريتيكال تو كواليتي كاركترستيك، اتكلمنا في التايبس بتاعت الكريتيكال تو كواليتي كاركترستيك من ايثر اي زي مثلا نصنفها. ثانية واحدة يا شباب. معلش. واتكلمنا على انواع critical to quality characteristic من قلنا sensory, time oriented مثلا say physical او accordingly related statistical technique. بنتكلم على انها either follow a continuous probability distribution as a variable data او بتفولو a discrete probability distribution as an attribute data. واتكلمنا على الكواليتي والكواليتي امبروفمنت والديفرنت ديفينيشنز للكواليتي امبروفمنتس على حسب الاوبجكتيف اللي بتسعى اليه والتولز اللي بتطبقها. واتكلمنا على الفرق ما بين مثلا المنهج بتاعنا از اس بي سي واكسبتنس سامبلينج، والفرق ما بينهم وبين الديزاين اوف اكسبيرمنتس اللي هي زي ما قلت مادة دراسات عليا، والتأثير الديفرنت statistical tools من SPC لأكسبتنس سامبلينج لديزاين اوف اكسبيرمنتس على الكواليتي امبروفمنت، يعني وبالتالي تقدر تعرف مراحلها ايه. واتكلمنا على ان اضعف الايمان، اضعف حاجه كده ان الشركه بتقوم بالاكسبتنس سامبلينج ومع ذلك لو تعمل SPC يبقى اكيد اكيد بتعمل اكسبتنس سامبلينج، وبالتالي يبقى عندك بتبتدي بالاكسبتنس سامبلينج ثم الاس بي سي ثم الديزاين اوف ايه اوف اكسبيرمنتس. يعني يا اما تعمل ده يا الاثنين دول يا الثلاثه مع بعض، لكن اقل حاجه انه يعمل ايه، يعمل انسبكشن للبرودكتس والرو ماتيريالز بتاعته. وشفنا التاثير المختلف على الايه الكواليتي امبروفمنت. وبعدين اتكلمنا مثلا سي في ان في فرق ما بين السبيسيفيكيشن ليميتس والكنترول ليميتس، والفرق ما بين الديفكتيف والديفكت مش كمصطلح حط انجلش كا هيفرق معايا تماما في طبيعه تعريفي للفاريبلز اللي هقوم بيها والتولز اللي انا هستخدمها والستاتستيكال تكنيكس اللي انا هطبقها. واتكلمنا على ان الكواليتي عموما بتبقى لازم بتطبق معاها الكواليتي دكتور، هو المايك تعمله ميوت. معلش يا شباب بتاع قفل. وقفت على ايه انا مثلا شيء محمد رمضان صوتي تمثلين.
واتكلمنا على ان الكواليتي ما ينفعش بس بتطبق statistical techniques، لازم يكون في management aspects للكواليتي، من quality planning لكواليتي لكواليتي control assurance. وشوفنا حتى الفرق في definitions generally speaking، طبعا زي ما قلنا ان في بعض الناس بتختلف في التعريف ده، بس شوفنا فرق ما بين quality control والquality assurance. وكمان اللي هو في ناس كمان بتصنف احد management aspects اللي هي الكواليتي امبروفمنت بكل بقى ايه بكل انواعها. وقفلنا المره اللي فاتت على ان احنا عندنا الكواليتي امبروفمنت في ناس بتصنف تحتيها حاجات كتيره جدا، من ضمنها الاس بي سي اللي احنا بندرسه، واللي مانيفاكتشرنج، والسيك سيجما، واللي احنا بنسميها الدمايك او البلان دو تشيك اكت سايكل. وده اللي وقفنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو وقفنا على هكذا. تعالى بقى نكمل عن طريق السلايد. الناس شايفة السلايد صح كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. يا ريت بقى عقبال ما توصل للشيت، يعني انت عمال بتراجع البيزكس، عقبال ما توصل للشيت يا ريت ما تبقاش تنسى بقى الاساسيات اللي احنا ايه اتكلمنا فيها دي ان شاء الله، لان اول شيت بقى فعلا من منهجنا هو بقى بيراجع كل اللي انا لخصته ده في كام كلمه، هو بيراجعه بايه باسئله بسيطه في الايه في الشيت الاولاني. بالنسبه سيبك من الضمائر احنا هنتكلم فيها بالتفصيل، وهقول لك ليه انا مهتمه قوي ان انا حتى يفرق كمان في تفكيرك في مشروع التخرج وانت شغال. فهي تول ظريفه جدا، فخلينا دي هنتكلم فيها بالتفصيل. تعالى نجري سريعا في بقيه الحاجات اللي هي ايه برضو فيها كلمه كواليتي، وبرضو عايز اعرف ايه الفرق ما بيني وما بين السيكس سيجما، ايه الفرق ما بيني وما بين الناس اللي بتشتغل لين، يعني برضو لان كلهم بدم بيقولوا بيعملوا كواليتي امبروفمنت، يبقى انا ايه يعني انا افرق عنهم ايه ما انا برضو بعمل ايه كواليتي امبروفمنت. فطبعا هنفرق في التولز وهنفرق في المين اوبجكتيف اللي احنا بن ايه بندور عليه، وبالتالي لازم تكون فاهم كويس قوي الفرق ما بين الايه ما بين التولز المختلفه، مش بس ان انت تكون فاهم انك تعرف تحل فقط. فسيبك الدمايك، تعالى نشوف نجري سريعا كده في الايه في بقيت الديفينيشنز. تعالى ناخد التوتال كواليتي مانجمنت، سيبك بقى ده، خلينا ناخد التوتال كواليتي مانجمنت. التوتال كواليتي مانجمنت انت عندك ماده في الدراسات العليا ميكانيكا، موجوده الميكانيكا توتال كواليتي مانجمنت، بس مش اجباري، يعني تقدر تختارها. ديزاين اوف اكسبيرمنتس دي ماده اجباري لو انت ناوي تكمل دراسات عليا، لكن التوتال كواليتي مانجمنت دي ماده اختياري. لكن في ماده كده لوحدها وفي مراجع اصلا بتاعها هو Total Quality Management، وبتكون مراجع لها بقى سريعة، يعني عدد صفحاتها محترمة يعني. فإيه بقى الفرق ما بين الـ Quality Control والـ SPC والـ Design of Experiment والـ Total Quality Management؟ ما هي فيها Quality برضو، فإيه التولز اللي هتلاقيها هنا أو هتقرأها هنا، وإيه اللي احنا بنشتغل فيه؟ خلاص احنا كلمنا في الايه في الاس بي سي والاكسبتنس والديزاين، تعالى نشوف التوتال كواليتي مانجمنت الناس اللي هناك بيدرسوا ايه. اولا من اسمها كده فيها مانجمنت، فبالتالي هتلاقي فيها رغي كتير جدا. وتوتال توتال كواليتي مانجمنت لو عايز اختصرها في كلمه، هو بيقول لك انا عايز اطبق الكونسبت بتاع الكواليتي على ليفل الاورجانيزيشن ككل، مش بس ان انا اركز على خط الانتاج او اركز بس على الرو ماتيريال او اركز على البرودكت، لا ده ركز على خط، ركز على الاورجانيزيشن ككل. وبالتالي بيندرج تحتيها الاكتيفيتيز او التولز بتاعت الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، ما فيش فيها كلام. يعني لو انا عايز اقول ايه الاستاتستيكال تكنيكس اندر توتال كواليتي مانجمنت، هي برضو هتلاقي التولز بتاعتنا، لكن هو بقى اصلا وهتلاقي بقى اغلب المراجع ما بتحطش بقى الاستاتستيكال بروسس استاتستيكال تكنيكس اللي احنا بنتكلم فيها، لان هو معتبر انه اوريدي لازم ان انت ده اقل حاجه انك تكون فاهمها وتكون عارفها. امال هو هنا بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في استراتيجي وكونسبتس ازاي تغير طريقه تفكيرك. فمثلا لو احنا مشينا شويه، يعني مثلا خلينا ناخد الجمله دي مثلا يمكن تفهمك اكتر. بيقول لك التوتال كواليتي مانجمنت بتركز على التريننج والكواليتي اويرنس. من اهم حاجه انك تكون مغير الكالتشر اللي انت هتطبق فيها التولز بتاعتك، لانك لو العقول زي ما بيقولوا مش قابله للتغيير، خلاص مهما عملت هي مش هتغير. والتريننج بتركز فيه، يعني من الاخر عايزه تقول لك ايه، ركز على البني ادمين. فتلاقي الكتاب كله كده يقعد يركز لك في ايه، يقول لك ازاي تتعامل مع الوركرز، ازاي تجمع كاستمر، ازاي
حتى يعني مثلا من الحاجات هتلاقي مثلا ايه يقول لك المين بيلرز بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت، هتلاقي ايه دول مثلا المين بيلرز بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت، هتلاقي كل واحده من دول واخده لها شابتر مثلا في الكتاب. فمثلا هيقول لك ايه انا يهمني جدا اني افوكس على الكاستمر، فتلاقي الشابتر كله بيقول لك ازاي تتعامل مع الكاستمر، ايه هو الفويس اوف كاستمر، ازاي تجمع، ازاي تكولكت الفويس اوف كاستمر، هاو تو ديل وذ الفويس، وهكذا. فتلاقي كله بيركز على الفويس اوف كاستمر واهميته. التوتال امبلوي انفولفمنت كله بيركز على ان الوركر ده شيء اساسي جدا ومهم. انا مش فاكره حتى اتكلمنا في الحته دي، مش عارفه ليه عندي احساس ان احنا اتكلمنا في الكلام ده يا شباب، مش احنا حتى اتكلمنا في الارجونومكس حتى لما رحنا قلنا انت حتى اللي عندك ماده اسمها ارجونومكس، وانت قلت لي حتى هو بيعمل بيها ايه، وان هو بيعمل الانفايرمنت بتاعه ديزاين الورك انفايرمنت اكوردنج لراحه العامل، ايذر بقى فيزيكلي لان هو بيتكلم على الماسكولار سكيلتال ديس اوردر عندكم، اللي هو بيتكلم على الفيزيكلي بيبقى عنده العامل متاثر بده. فقلنا حتى ايه شوف في ماده بحالها للارجونومكس، انا حتى فاكره الكلام ده. فهو ده مثلا اهو انفولفمنت. يقول لك ايه بتكلمش على ناحيه الارجونومكس، بتكلم على ايه ازاي تشجع العامل، هاو تو انكورج، حاجه بنسميها الامباورمنت. ففيها الامباورمنت فيها حاجه اسمها إيه؟ انك تو انفولف الوركر بتاعك ويقول لك نظام بقى اللي هي ايه العصايه والجزره والكلام ده كله. تلاقي الشابتر كله بيتكلم انك ده مهم جدا ولازم تعمل له تريننج ولازم تقيم التريننج بتاعك، وقصه وروايه كده. ويقول لك لازم تعمل حاجه اسمها سينرجيك افكت. ايه السينرجيك افكت ده؟ حاجه كده عامله زي البرين ستورمنج، ان انت بتجمعهم وتبتدي تاخد ما يميز كل عامل في مجاله، وبالتالي بتطلع باحسن الايه او نقاط القوه لكل عامل، وعمال بقى يرغي كله ازاي تتعامل مع الايه الامبلويز. الغي ثقافه انك تلوم العامل، شجعه وخليه انه يعتبر ان هو مصدر حل المشكله مش مصدر المشكله، ورغي كتير بقى كده في الايه في الحته دي. بس صراحه يعني قراءه ممتعه يعني، لان هو بيحط لك زي البروفيربس كده زي امثله الاشخاص الانسان متعود عليها، وبيبتدي يكسر لك قالب في تفكيرك انك ازاي لا ده لازم تتعامل معاه ازاي وده وهكذا، مع طبعا بعض التولز. وهوري لك حتى هوري لك احد التولز ممكن تشوفها في التوتال كواليتي مانجمنت او حتى تسمعها بعد ما بتتخرج. ويقول لك خد بالك انت لازم تركز على البروسيس، مهمه جدا، ما ينفعش بس ان انت تركز على الماتيريال. طب ازاي وتعمل ايه تحتيها؟ انتجريتد سيستم، الدنيا كلها انت حلقه، زي ما بقول انت حتى لو طلعت مننا وما انت شغال في از كواليتي انجينير او ما انت شغال في الكواليتي ديبارتمنت ستيل انت بتاثر وبتتاثر. فبيقول لك احنا ده انتجريتد سيستم، الاستراتيجي اند سيستماتيك ابروتش، ازاي لازم يكون عندك استراتيجيز بقى بنسمع بقى ان لازم يكون عندك كواليتي بلاننج ومش عارفه ايه وقصص ورعايات تحتيها، كونتينوس امبروفمنت. الحكايه دي مش وان تايم وخلاص، مش اللي هو ايه انا هرتب اموري كده اول السنه وبعد كده بقيت السنه خلاص زي ما تيجي. لا طبعا لازم ابتدي افهم ان العمليه دي كلها هي ما هي الا كونتينوس امبروفمنت تكنيك، فاكت بيست ديسيجن، انك لازم تبني اي تكنيك عندك على استيميشنز ما هياش جيسنج، احنا وي دونت جيس نمبرز. طب ازاي اجمع الداتا، ازاي اتعامل معاها، قصه وروايه. كوميونيكيشنز، ايه الكوميونيكيشنز الهوريزونتال والفيرتيكال، ازاي تتعامل مع رؤسائك وازاي تتعامل مع زمائك وهكذا. كل دول المين بيلرز، وهتلاقي بقى كل شابتر بيتكلم لك بقى ايه في قصص وحاجات. يعني من احد التولز اللي هتسمع عنها، ودي من ضمن التوتال كواليتي مانجمنت تولز، اللي هي ايه اللي هي انا خدت لك من اول شابتر اللي هو الكاستمر فوكسد، اللي هو ايه اللي احنا اتكلمنا عليها اول محاضره اللي هو اهميه الفويس اوف كاستمر. ففي التول اسمها الكواليتي فانكشن ديبلويمنت. ايه الكواليتي فانكشن ديبلويمنت دي؟ من اسمها، ودي هي حتى ادي اسمه في كلمه كواليتي، زي ما وعدتك قلت لك انا هجيب لك كل حاجه فيها كلمه كواليتي. كواليتي فانكشن ديبلويمنت، عارف لما بيقول لك ايه ديبلوي الجيش كده، يعني بيوزع الجيش في مناطق معينه، هو انا كده عايز اعمل ديبلويمنت للكواليتي ثرو اللايف سايكل بتاعه البرودكت وبتاعه السيرفيس، عن طريق ازاي تول بسيطه كده بيسميها الهاوس اوف كواليتي. ادي مثلا ده هاوس اوف كواليتي، بس ده يعني شكل مصغر، هو ليه بيبقى جدول كبير، وبيبقى الجدول هنا بيتحط فيه زي سكيلز، ارقام بتتحط
حاسب، انا يهمني الشكل، مش هندرس التوتال، مش هندرس الكواليتي فانكشن ديبلويمنت، انا بس بوريك الدنيا فيها ايه. فمثلا ادي الهاوس اوف كواليتي، اول هاوس اوف كواليتي في ايه؟ ادي اول حاجه اللي هو الكاستمر ريكويرمنتس او الانبوت بتاعك اللي هو الفويس اوف كاستمر. شوف اول خطوه هو الفويس اوف كاستمر، بتحوله لديزاين ريكويرمنتس. الديزاين ريكويرمنتس تاخدها انبوت وتحولها للسبيسيفيكيشنز، تحولها تاخدها انبوت وتحولها للبرودكت كاركترستكس، تاخدها input وهكذا. فانت بتعمل deployment للvoice of customer through all the product life development او الـ service development cycle. فبقى هو بيقول لك بقى ازاي تعمل كده، وازاي يعني هنا بقى بتحط، تبتدي تحط تقييمات، لان مش كل اللي customer عايزه، ما احنا عايز بنتكلم في critical to quality characteristic، مش كل حاجة انا هقدر achieve it. فبيحط زي scale ويبتدي يقيم ويبتدي يحولها وهكذا. فدي بيسميها يا اما عندها التسميتين، يا اما بيسموها الهاوس اوف كواليتي او بيسموها الكواليتي فانكشن ديبلويمنت. الاشهر هو الكواليتي فانكشن ديبلويمنت، ودي من احد التولز المشهوره جدا في التوتال كواليتي مانجمنت، ان اوردر ان انت تو ديبلوي الفويس اوف كاستمر ثرو اوت الايه اللايف سايكل ديفلوبمنت بتاعه البرودكت او الايه او السيرفيس. في حاجه بقى ارجع تاني للديفينيشن بتاع التوتال كواليتي مانجمنت، اهو بيقول لك شوف كده involves a spectrum of concept ideas involving organizations, work culture, customer focus, supplier quality improvement, integration of the quality system with business goals. شوف اهو quality system اللي نفسها ما التانية، يعني ما تعديش عليك كده، مش quality system كده حلو ماشي جودة نظام، لا ده هي quality system ليها معنى تاني وانت درسته اهو في سنة تالتة، مختلف تماما. الكواليتي سيستم مختلفة تماما عن الكواليتي كنترول والستاتستيكال كنترول، ومختلفة عن او من ضمن يعني احد الديفينيشنز بتاعت الايه او بتساعدك على فهم التوتال كواليتي مانجمنت اكتر. فبيقول لك الانتجريشن اوف الكواليتي سيستم وذ البيزنس جولز. وانت طبعا عرفت من السنة اللي فاتت الكواليتي سيستمز، سمعت اكيد عن الايزو. لخص لي كده الايزو ده عباره عن ايه وتاخده ازاي جنرال سبيكينج، مش عايز التفاصيل. ومعناه ايه؟ معناه ايه كده؟ هي شهاده بتاعه جوده بتتاخد لما اكون عايز اعمل حاجه معينه، مثلا انا عايز انتج منتج معين مثلا او سيرفيس معينه، فليها شويه ريكويرمنت او ستاندرز، لو انا مشيت عليها ساعتها بقدر اخد شهاده الايزو دي. طيب واللي عندك على السلايد دي ده اخبارنا ايه؟ وده مش فوتوشوب يعني؟ دي ايه دي؟ سيرتيفيكت اوف ريجستريشن، مش عارف خدنا ايه يعني، صوره الجامعه شهاده، ما اعرفش بقى 9001 دي بتاعت ايه و14001 بتوع ايه، بس يعني اكيد ليها حاجات احنا حققناها في الجامعه عشان كده قدرنا ناخد الشهاده. حلو جدا. هل ده معناها دي شهاده جوده ضمان انت؟ ما انت البرودكت بتاعنا، احنا بنقدم سيرفيس وانت البرودكت، فهل دي شهاده ضمان جودتك؟ المفروض يعني. ها الناس تتفق معاه؟ هل دي شهاده ضمان جودتك؟ بس اعتقد الايزو لا، ليها علاقه بالسيستمز مثلا والحاجات الاداريه. دي ليست لها اي علاقه بشهاده جوده ليك انت كبرودكت، انت تعتبر البرودكت بالنسبه لنا، لا دي شهاده جوده السيستم، السيستم بتاع الكليه. بالمناسبه 9001 و14001 ده جنرال ايزو، ما هوش سبيسيفيك لنوع معين زي ما انت قلت في الاول. في ايزو حاجات تانية وفي حاجات غير الايزو بتبقى سبيسيفيك للتايب اوف برودكت، لكن الايزو 9001 وال14000 ده بيبقى جنرال، بيطبق على اغلب الصناعات وبيطلب على اغلب السيرفيسز زي ما هو متطبق كده عندنا في الكليه. الفرق ما بين 14001 و9001 ان هو 9001 بس زي مضافين عليه الاس او بي بتاعه انفايرمنتال امباكت. ايه هو الاس او بي؟ ها ما هو الايزو عباره عن ايه؟ الايزو عباره عن ديفرنت اس او بيز، ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز. هو اصلا عشان تحصل على الايزو 9001 ده معناه ان انت بيبقى عندك كذا اس او بي معينين في الستاندرد انت بتعملهم على السيستم بتاعك. يعني مثلا تقول اس او بي للانسبكشن او للكواليتي، ازاي بيتم، ازاي بتاخد سامبل، ازاي بتعمل انسبكشن، ازاي بتتم الاجراءات
عاملة ازاي وبتريبورت لمين وايه الدوكيمنت ده وبتمني لمين وابروفد منين والكوبيز مش عارفة ايه قصص وروايات بقى وكل اس او بي بيبقى ايه موجود عندك في الكواليتي مانجمنت اللي موجود. ف 14000 واحد ده انفايرمنتال. وطب الجامعه واخده ليه ازاي عندنا في الكليه؟ ما احنا عندنا افران وعندنا معامل. فمثلا يقول لك ايه لا احنا عندنا خد بالك الديزاين بتاعنا احنا بنركب مش عارفه ايه الشمني مثلا سيف اتجاه الهواء فبحيث ان الابخره مثلا ما تروحش على الطلبه او بنعمل مثلا سي اكزوست سيستم مش عارف ايه وهكذا. او عندنا على فكره كان في الكليه مثلا زي ما عملوا لكم كده الويست مانجمنت اللي هي الباسكتس اللي هي قبل الكورونا دي كانوا عاملين الكالر كودد عشان بيبتدوا يعملوا ويست مانجمنت في الكليه. يعني حاجات كده ايه دي بتكون كلوز زياده لو في عندك انفيرمنتال ايه اس او بي موجوده عندك. ماشي. طب يا دكتور بالنسبه للشركات يعني او المصانع فهم بيبقى هدف ان هم ياخدوا الايزو عشان يبقوا يعني الى حد ما تراستد من الناس اللي بيتعاملوا معاهم كحاجه زي الجامعه. صح كده. وهتلاقي عندك في لما تيجي تقرا في الجورنان او تيجي تسمع في التلفزيون يقول لك ايه حاصله على شهاده الايزو ولو خدت بالك هتلاقيهم اغلبهم بيتكلموا على 9001 ده. تمام. بالنسبه بالنسبه للجامعه فهي محتاجه تبقى يعني تراستد من مين؟ لو انا كطلبه فانا كده كده هروح للجامعه يعني انا يعني مش هقول مثلا لا جامعه عين شمس لا مثلا واروح لجامعه ثانيه عشان هي ما عاش الجوده. فانا يعني غالبا كده كده بيبقى في عدد معين بيروحها فاهم قصدي؟ فانا مش عارف يعني هل هي مهمه بالنسبه للجامعه ليه بالظبط؟ او كسيرفيس زي الجامعه مثلا. حلو. طب خليني هكلمك عليها بس خليني اجيب السلايد دي الاول عشان نقدر نفهم اكتر. السلايد دي سيبك من انا هلخصها لك كده. السلايد دي كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك كان في سنه على اواخر يعني في يعني اواخر 99 سنه 2000 ده بجد يعني كانت العربيات فورد اللي فيها عجل بريدجستون كان بيحصل فيها حوادث كتير جدا لدرجه وصلت ل 300 حادثه وفاه في امريكا. انتوا متخيلين؟ بيقول لك في نفس السنه بس يعني في شهر يعني في اول في على سبتمبر كده بيقول لك حتى ادي التايم ماجازين طبعا اشهر من نار على العالم بيقول لك الايشو بتاع 18 سبتمبر سنه 2000 كان في صوره كده للشركه بتاعه المصنع بتاع البريدجستون صوره بالبنط العريض. ويعني التايم ماجازين دي يعني انك صوره في التايم ماجازين دي يعني حاجه مش قليله. ان المصنع stated that the plant was QS 9000 certified و ISO 14000 certified. ده بيديك indication ايه او المثال في الكتاب ده مديهولك ليه؟ عايز يوديك للاكستريم اكزامبل. يعني بيقول لك شوف بقى ده انت بتعلن ان انت واخد الايزو زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ان الناس عماله بتتكلم في الجورنال وفي التلفزيون ويقول لك احنا حاصلين على شهاده الايزو وممكن يكون زينا سيرفيس وممكن يكون حد بيقدم منتجات غذائيه ممكن يكون حد بيقدم اي حاجات تانية ومع ذلك بيعلن بفخر انه واخد الايزو بالذات احنا بنتكلم على ايزو 9001 و14000 اللي هو الايه الجنرال الايزو المشهور جدا اللي بيطبق على اغلب كل حاجه صناعات وسيرفيسز. ومع ذلك شايف الشركه دي نفسها سببت ايه؟ سببت حوادث وفيات. ده يديك انديكيشن لايه؟ او هو ليه الكتاب حاطط الاكستريم اكزامبل ده عشان عايز ياكد عليك ايه؟ ان الاداريات مالهاش دعوه بالكواليتي بتاعه البرودكت. هي مش اداريات بمعنى اداريات على فكره. هو عايز ياكد لك المعنى ده ان الكواليتي سيستم ستاندرد نوت ا تكنيكال برودكت ستاندرد. ما بتتكلمش تكنيكلي على البرودكت، ما بتقوليش اصل لازم لما تشتغل هنا تكون درجه الحراره كذا والتايم يكون كذا، ما بتخشش في تكنيكال سبيسيفيكيشن هنا. لكن يعني مثلا زي بتوع الايزو احنا لما واخدين الشهاده بتاعه الايزو بتاعه الكليه احنا واخدين الاعتماد. وعلى فكره عندنا تجديد الشهاده قريب، بنقدم للاعتماد تاني قريب عشان ايه الشهاده دي مش بتاخدها وانس اند فرو، لا لازم تجددها. فما بيقوليش انت بتدرسي في الكواليتي كنترول، هل درستي الكنترول تشارت، هل درستي الاكسبتنس سامبلينج بلاننج، ملوش علاقه خالص ان انا بدرس لك ايه التوبكس المعينه في دي. يتكلم على البايلو عموما، يتكلم على التقييم بتاع الصناعه لخريجين ده، لكن ما يخشش في تفاصيل تكنيكال. انا في الماده دي بدرس لك اني توبك. لا ده ممكن اصلا اللي بيجي يعمل كواليتي يدينا السيرتيفيكت دي ممكن ما يكونش مهندس اصلا ومش فاهم في الهندسه اصلا. ومع ذلك هو بيعمل ايه؟ عنده كواليتي مانيوال معين
باس او بيز معينه. يعني لما الكليه جت بتعتمد هتلاقي كان في غرفه كده هتلاقي مليانه رزم. ليه؟ بيجي اللي بيدينا الاعتماد بتقول انك بتعمل 1 2 3 4. انت بتقول ان انت بتقيم الطلبه بطريقه 1 2 3 4، فين اللي يثبت؟ فنقوم نجيب بقى الايفالويشنز اللي انتوا بتعملوه ونوري له ده. انت بتقول ان الدكتور بيقيم او بيعمل اسسمنت او بيقدم كورس فايل، فين؟ ندي له امثله للدكاتره بتقدمه في نهايه كل ترم، فبيتاكد اللي انت قايل انك بتعمله مع الدوكيومنتيشن اللي تثبت ده. فيبقى عايز يعرف هل عندك سيستم تمشي فيه ولا لا. يعني احنا مثلا انا عندي سيستم امشي عليه، انا عندي سيستم امشي عليه. انا عارفه ان انا الكليه بتاعتي بتبتدي لو في كريدت سيستم يبقى بتعمل ريجستريشن سنه اسبوع قبل البدايه، عندك اد ودروب اسبوعين بعديها، الانستراكتور بينزل له جدول في الاسبوع الاولاني من الاسبوع قبل الاولاني من الدراسه، بيبقى عنده عدد ساعات تدريبيه معينه، بياخد كورسات مش عارفه ايه معينه، لازم بيدرس وبيعمل كورس. يعني عندنا سيستم احنا ماشيين عليه، مش يعني زي ما بيقولك كده عارفين راسنا من رجلينا من الاخر. الطبيعي الطبيعي انك لما تمشي على السيستم ده المفروض ان جوده البرودكت تكون كويسه ولا لا؟ المفروض اه، لكن احنا ما عندناش حاجه 100%، لان ببساطه كده ممكن حد يسد في الورق. يعني انت لما هتتخرج من 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 عندنا وهتروح في الشركه، كون على ثقه انك هتلاقي الشركه دي واخده عايزه 9000 واحد. يعني يبقى اشتغل وتعالى ارجع لي كده وقول لي اه فعلا اول ما اشتغلت ده انا لقيت الشركه فعلا واخده الايزو. طب انا مالي؟ لا انت مالك ازاي؟ انت وانت قاعد على مكتبك في يوم هيجي لك واحد يقول لك جهز نفسك، احنا عندنا انترنال اوديتنج، وده بيحصل في الكليه. يعني ايه انترنال اوديتنج؟ يعني بدل ما يجي الاكسترنال اوديتور يتشيك على الحاجات عندنا السيستم عندنا عشان يتاكد ان احنا شغالين صح ويظبط الشهاده، احنا بنظبط نفسنا احنا من الاول ونعمل زي موك انسبكشن مثلا كده اللي هو اسمه انترنال اوديتنج. فاجي اقول لك ايه فين الورق؟ تقول طب استني بقى انا هطبع ده وكذا كذا، انا بشتغل بس ما عنديش دوكيومنتيشن تثبت الكلام ده. تقعد تثبت في ورقك عشان لما حد يجي ويسالك تظهر له الورق وتبين له الايه الدوكيومنتيشن دي. فانت دايما لازم طبعا تكون اوير بالايزو، لان ده ديفنتلي هتلاقيه مرتبط بشغلك بعد كده وانت ايه وانت شغال. فما هياش بتعتمد على جوده البرودكت، لكن دي بتعتمد على جوده السيستم. طب الكليه ليه بتاخد الايزو؟ لان هي مش عشان تجذب طلبه. خد بالك برضو ان الجامعه دلوقتي عندها برامج الكريدت دي كتيره، وعايزه تسحب كتير جدا من الجامعات الخاصه. يعني عايزاه يجي لينا ما يجيش ل بي يو اي جي يو سي. ما احنا عندنا ما بتكلمش بقى عليك انت ثانوي عام وان انت لازم الكليه تاخد كوتا معينه وهي اصلا مش قدها ومش عايزه تاخدها. لا هو بيتكلم بقى على الاقسام اللي بتقدر تصرف على الملاعب، المعامل اللي اتجددت عندك، الدرجات. الكليه قامت على رجل ازاي؟ الكليه قامت على رجل عن طريق الدخل بتاع البرامج، الملاعب اللي جددوها لك، المدرجات اللي بقت متجددة، المعامل. فهم عايزين يجذبوا أكبر كم ممكن من الكريدت سيستم. غير بقى أصلا يعني عشان ده الكواليتي مش عارفه ايه كده، النقاء وحاجات كده، اختصار ان اي كيو مش عارفه ايه، اختصارات حاجات كده في الكواليتي. من احد اشتراطاتها ان مجموعه، وان انا اجيب تمويل للكليه، لان الكليه اللي المفروض بتصرف على نفسها في الاول كانت بتصرف من الوحدات الخاصه. وحدات خاصه دي اللي هي زي كونسلتنج ديبارتمنتس والكلام ده، زي ما عامل بتوع ليفل بيعملوا اختبارات والكلام ده، فهي دي اللي كانت بتصرف على الكليه. لكن لا، في كمان الاعتماد الناشونال اكريديتيشن مش عارفه ايه، احيانا ممكن يكون ليها اشتراطات، من ضمنها ممكن يكون الاشتراط بتاعت الكواليتي سيستم. الصراحه مش قوي قوي بالاليمنتس بتاعتها اللي انا عارفاه اللي هي ريليتد للتدريس، اللي هو بقى الاي ال او اس اي الانترنال ليرنينج اوتكمز اللي انت عايز تدرسها والكلام ده. لكن من الاخر احنا طلعنا الكواليتي سيستمز ان هو بيتكلم في سيستم كواليتي بتاعت سيستم، فبالتالي مش متوقع خالص ولا انت ده المفروض تكون درست في الكواليتي سيستم. هل مثلا درست كنترول شارت؟ ها سمعت عن الكنترول شارت وانت بتدرس كواليتي سيستم؟
ما سمعتش ليه؟ لان دي statistical technique tool. انت quality systems هي اغلبها ان هو بيفهمك الايه، كانوا بيجهزك لايه، كانوا بيجهزك للاعتماد اللي هو ايه، يفهمك required to be certified، ايه quality management، ايه work instructions، ايه SOPs، ايه الانواع المختلفة، بتكتب المانوال ده ازاي وهكذا، وتبقى فاهم الفرق ايه ما بين الاثنين. فده برضو اهي سريعا كده فرقنا ما بين اللي انت درسته السنة اللي فاتت واللي احنا بندرسه. بالمناسبة من أشهر المراكز اللي بتجهز الاعتماد للأيزو مركز تحديث الصناعة اللي موجود عندنا، لأنه بيمول حوالي 80%، أو يعني آخر معرفتي بيه أنه كان بيمول 80%، مش عارفة دلوقتي الدنيا ماشي إزاي، بيمول 80% من أي كونسلتنج. طبعا الشركة لما تدفع 20% ده كلام فارغ، وتاخد الايزو زي ما انت كده، ما الناس مش فاهمه ايزو من غير ايزو اهو شهادات والسلام. يعني مثلا تبقى تيجي تبقى دور كده على شوكولاته ولا حاجه تيجي تاكلها، ممكن تلاقي على البتاع نفسها بيقول لك ايه ده، ده واخده الاعتماد في ايزو. طب انا 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 ما ولا ليها اي علاقه لي، لان لها قريب ولا من بعيد. المفروض المفروض، لكن احنا فاهمين كويس قوي ان ده سيستم، وبالتالي السيستم لا يضمن الايه جوده البرودكت المفروض، لكن لا يضمن جودة ايه؟ جودة برودكت. معلش يا دكتور انا كان عندي سؤال. هو حضرتك قلتي ان الايزو بتطبق للسيستم مش للبرودكت، صح كده ولا انا فاهم غلط؟ السيستم اللي بينتج برودكت او سيرفيس، يعني هي هي ريليتد برضو ليك، بس انا قصدي مش 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 بيضمن التكنيكال سبيسيفيكيشنز بتاعت البرودكت، ده ليها ستاندردز تانية. تمام. اصل اللي انا فاهمه ان دايما لما بيجي يعمل ماركتنج للبرودكت ده دايما بيقول ان البرودكت ده واخد الايزو، ما بيقولش ان انا مطبق في السيستم بتاعي ايزو. يبقى يبقى بيتكلم غلط، يبقى بيتكلم غلط. ما فيش حاجه اسمها البرودكت واخد الايزو، ده كلام غلط. يعني لما يقول ان البرودكت واخد الايزو، ده الكلام ده مش مظبوط. ده طبعا ده بيتكلم غلط، ما فيش حاجه اسمها البرودكت واخد الايزو. البرودكت ما بياخدش الايزو، البرودكت ممكن ياخد السي اي مارك، وده ليها ستاندردز ثانيه خالص. ده عشان انت البرودكت بتاعك ينزل في السوق الاوروبي، ده ليها ستاندردز ثانيه خالص. لكن ما اقدرش اقول البرودكت واخد الايزو. السيستم اللي بينتج البرودكت ده زي ما انا بقول لك كده، هل انا اقدر كده اخرجك واقول انت واخد الايزو؟ ما انت البرودكت اهو بتاعنا. لا، لكن اقول انت متخرج من سيستم حاصل على الايزو، ودي بدليل الشهاده اللي انا طلعتها لك بتاعه الجامعه اهي، دي اطلاقا ما اقدرش اقول ان انت طالع واخد الايزو. فلا طبعا اللي بيتكلم كده غلط. تمام. هو حتى من اسمها كواليتي سيست، لكن طبعا في ستاندرز بقى سبيسيفيك لده. يعني انت مثلا عندك من احد المصانع مثلا اللي انا شفتها وربنا يحفظ عن الجميع، كان المصانع بتنتج ميديكال امبلانتس. حلو كده، يعني اللهم الطف بينا، حاجه صعبه جدا الصراحه، ركب ومسامير وحاجه، يعني سي ان سي ومخارط وبتاع، شغل 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 ورش. يعني هل انت متخيل الميديكال امبلانتس دي؟ يعني زي ما بقول لك المصنع مصنع، كانك بتتكلم في ورشه، مكنه سي ان سي ومكن خراطه، ورشه تماما. هل انت متخيل ان المصنع اللي بينتج ميديكال امبلانتس اللي هي الحاجات بقى، الركب اللي بتركب، المسامير، الشرايح، ربنا يحفظ يا رب الجميع ويعفو عن الجميع، يعني هل متخيل واخد نفس او المصنع ده بيقدر يورد لمستشفيات من وهو كل اللي في جعبته انه واخد الايزو 9000 واحد اطلاقا؟ ده لازم بيكون في ستاندردز معينه تمكنه. طبعا ده لو عايز يبيع، طبعا في ناس بتبيع كتير، لكن انا بتكلم على بقى ايه، ان اللي بقى كل حاجه بثمنها، يعني في ميديكال امبلانتس بجنيه وفي ميديكال امبلانتس ب 1000 جنيه، هي نفسها في كل حاجه بثمنها. ال 1000 جنيه دي ممكن بقى تكون بتنزل في السوق الاوروبي، دي معتمد على ستاندرز معينه، مقدار التلوث مش عارفه ايه، انت بتعمل فيها استرلايزيشن ازاي، يعني الميديكال امبلانتس دي الباكجينج ما بيتفتحش غير في غرفه العمليات مش في اي حاجه تانية، لانها معموله استرلايزيشن. ده بخش بقى التكنيكال سبيسيفيكيشن في الصناعه نفسها، لكن مش زي اي صناعه تانية. فدي دي والله لو قال لي من هنا للصبح انك واخد الايزو 9000 واحد ولا يفرق، ولا يفرق معايا ولا اهتز كده خالص ليها. دي انت بتتكلم في حاجه خطيره جدا، لازم تكون بتتكلم انت واخد ستاندرد ايه تكنيكلي، عايز اعرف ان انت فعلا ماشي بمعايير معينه، الماتيريال دي واخد ايه وجريد ايه ومعمول عليها اختبارات ايه. لا
لا دي قصه تانية. فطبعا في ستاندرز للتكنيكال سبيسيفيكيشنز طبعا في، وفي طبعا للحاجات بتاعه الاغذيه في حاجه بنسميها الهاسب، ده ستاندرد بتاعها اللي هي الهازارد اناليسيس كريتيكال كنترول بوينتس. قصص وروايات دي حاجات يعني الايزو ده من ابسط الحاجات ان الشركه تاخدها حتى لو يعني نشأة، مش 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 اي حاجه يعني. فلا انا اعترض على ان اللي يقول ان ان البرودكت ده واخد الايزو. طيب احنا كده قلنا الدمايك هنتكلم فيها، التوتال كواليتي مانجمنت اتكلمنا فيها والفرق ما بينها وما بين الكورس بتاعنا، الاس بي سي والكوز اند افكت اناليسيس هنتكلم فيهم بالتفصيل جزء من منهجنا اصلا. تعال نجري سريعا قبل البريك كده في ان احنا نفرق ما بين الايه السيكس سيجما. احنا فين من السيكس سيجما؟ السيكس سيجما بقى اكيد اكيد طالب تصميم مهندس الانتاج سمع عن السيكس سيجما. اللي سمع يقول لي سمع ايه؟ هو انا سمعت عن السيكس سيجما بس سمعت عن اللي هو الدمايك منها، مش عارف يعني هو عارف ان هو جزء منها اللي هو بقى صح صح الدمايك والدمادف جزء من السيكس سيجما. طيب ايه تاني؟ ها سمعت ايه تاني؟ بس ويعني والنسبة بقى اللي هي بتاعت السيكس سيجما يعني دي بتعبر عن رقم معين يعني في المفروض ان ده رقم الديفيتس بتاعتي وانه بيبقى مهم في الحاجات الكبيرة زي الطيران والحاجات دي يعني غالبا ده اللي بيبين فيها اكتر يعني. حلو كويس ان انت قلت كلمة زي دي ماشي. طب تفتكر احنا نفرق عن ايه عن السيكس سيجما؟ مش عارف بالظبط. طيب حد تاني سمع عن السيكس سيجما؟ هو يعني هي تول هدفها ان هي تقلل الفاريابيليتي في اي بروسيس. تول هدفها تقلل الفاريابيليتي في اي بروسيس صح كده. ده قال كلام في السيف سايد، قال لك هو تحت عنوان كواليتي امبروفمنت واحنا عارفين ان الـ ان الامبروفمنت كواليتي امبروفمنت انك بتقلل الفاريشنز في اي بروسيس صح، يبقى كلامك صح. بس برضو ما احنا كواليتي كنترول بتقلل الفاريشنز في الـ في الـ في الـ في الـ في البروسس. بس يبقى احنا فين منهم؟ ليها هدف انها توصل لسيجما ليفل معين، يعني لو عايز توصل لسيكس سيجما اللي هو يبقى الانتاج كله او البروسس فاريشن كلها اللي هي حوالي مش عارف 99 بوينت مش عارف كام، او اللي هي تقريبا 3.4 كل مليون يونتي حاجه زي كده. طيب تعال نشوف ايه قصه السيكس سيجما دي. ولا حاجه، هو اللي احنا بندرسه كاستاتستيكال تكنيكس هي اللي احنا بندرسها. لما تيجي تقرا في السيكس سيجما هي ما فيهاش غير اللي احنا بنقوله، مع بس زي ما ايه زي ما زميلك الاولاني مشكورا كده راح قال ايه، قال بس بيركز على بعض الصناعات اللي السيجما خطيرة جدا وبالتالي قليلة قوي. في عندي 3.4 parts per million defects. طيب لكن كاستاتيستيكال تكنيكس تحقق الكلام ده ازاي؟ هو اللي احنا بنقوله مع شوية ايه ترتيب افكار دماغك زي ما برضو زميلك راح قال ايه، قال انا عارف ان فيها الدمايك. حقيقة الدمايك كان زمان من الثمانينات كده فيها اصلا حاجه اسمها بلان دو تشيك اكت سايكل، يعني الدمايك كان سمعت يا دكتور زمان افندم سمعت يا دكتور معلش هو النت بيقطع فمعلش ممكن من اول السكس سيجما تاني عشان انا ما سمعتش كويس. النت بيقطع تاني عندك اصلا انتوا مش سامعيني ولا ايه؟ هو النت معلق كده عندي انا. طب استنوني طب استنوا ممكن عندي ممكن يكون مهني. هخرج واطلع تاني يا شباب ماشي؟ واحنا سامعين كده عادي بس هو كان بيقطع من شويه. خلاص يعني دلوقتي اوكي تمام مفيش مشكله انا عندي طيب تمام. نعيد تاني. كنت بتكلم في ايه؟ كنت بتكلم في السيكس سيجما. فبقولك ما تتخضش من الاسم. والسيكس سيجما بقى ايه؟ اشهر من نار على العالم. ويمكن لما تشتغل في شركة تقوم توديك عشان تاخد بقى الجرين بيلت والبلاك بيلت والكلام ايه الكوميرشالي ده اللي موجود في السيكس سيجما. لكن هو في الاول وفي الاخر هي الستاتيستيكال تكنيكس اللي احنا بندرسها مع شوية حاجات من الديزاين اوف اكسبيرمنت مع مفهومك للتوتال كواليتي مانجمنت.
هو الصوت راح يعني تاني. عايز اقول لك كده اقدر الصوت راح يعني تاني، الصوت راح تاني يا دكتورة معلش. دكتور بجد لو حضرتك سمعنا واحنا مش سامعين حاجة. انا مش سامع حاجة خالص على كده. دكتور احنا مش سامعين اي حاجه. هو الظاهر حضرتك بتتكلمي بس احنا للأسف مش سامعين حاجة خالص. وانا بحاول ابعت لها الشات بس مش عايز يبعت المسج مش عارف ليه. حد جاي يجرب؟ اطلع خش هو تقريبا حضرتك بتقولي هتطلعي تخش تاني، فلو دي المعلومة ماشي ف ايوه. أيوة شباب، سامعني ولا هتلاقي برضو صوتي مقطع صح؟ لا اوكي كويس كده كويس. طب كده اول ما اقطع، كده تمام. طيب اول ما اقطع قول لي، لان انا متخيله ان عندي هنج وبعد كده ممكن ناخد بريك ريستارت كله ويشتغل ان شاء الله. ماشي، طب خلينا بدل ما شغال دلوقتي خلينا اقول كلمتين دول بعد كده ناخد البريك. لو قطع قول لي. سيك سيجما، فانا باكد تاني اخر حاجه يمكن انت سمعتها، ان السيك سيجما لن تختلف عن ايه التولز اللي احنا هنتعلمها واللي هتتعلمها برضه بعد كده، بس زياده عليها زي ما بقول لك الضمايك. لكن باكد تاني، حتى الضمايك ما هياش جديد على فكره، ترتيبها جديد. يعني مش ترتيبها، يعني اعاده صياغتها دي، هي اعاده صياغه، هي مش جديده، هي اعاده صياغه على حاجه زمان كنا بندرسها. يعني انا على ايامي مثلا كنت بدرس البلان دو تشيك اكت سايكل، على ايامك انت هتدرسها باسم تاني اسمها ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول. يعني ما هياش حتى جديدة، هي إعادة صياغة للي فيها. طب وطبعا فيها تفاصيل بقى، والسيك سيجما انا مش هخش في تفاصيلها، بس زميلك الاولاني مشكور جدا انه الاثنين اللي جاوبوا طبعا مشكورين، لكن الاولاني اتكلم كلمه سبيسيفيك انها بتبقى ابليكابل لانواع معينه من الصناعه اللي هي بقى بيبقى السيجما خطيره جدا فيها، فبتبقى السيجما فعلا صغيره جدا. لكن كتولز هي نفسها كستاتيستيكال تكنيك تولز. طب تعالى قبل ما ناخد البريك كده، الفرق ما بين السيك سيجما واللين، واللي هي بقى ايه الفايف اس والكايزن والميستيك بروفينج والسمد والايه، اعتقد يمكن كلنا سمعنا عن اللين. طب حد يقدر هو اللي يقول لي ايه الفرق ما بين اللين والسيك سيجما؟ وانا يمكن اتكلمت في ده برضو من الاسبوع اللي فات. ها لو عايز اقول لك كده واجيب لك سؤال نظري، يقول لك differentiate between the main objective of lean tools والسيك سيجما تولز.
ها هتقولي ايه؟ اللين هدفها انها تقلل الويست، لكن حلو السيكس سيجما هدفها تقلل الفاريابيليتي. صح. ممثل في ايه الويست بقى؟ اسهل حاجه بتوع اللين مش... ترانسبورتيشن مثلا ممكن. لا بس يعني ما هو كل ده، بس هو كل ده عايز يسمع في ايه بالنسبه له؟ ايه البرفورمانس ميجر اللي بيقيسها في اللين؟ أعتقد البرودكتيفيتي. لا صعبه شويه عليه البرودكتيفيتي. التايم، من ساعه ما تطلب لغايه ما عميل خدت وقت قد ايه؟ لو خدت وقت قليل ما هو ده طبعا هيسمع في البرودكتيفيتي بعد كده، بس هو البرودكتيفيتي بالنسبه له حتى ده مصطلح كبير عليه، هو اخره بيتكلم على التايم لاين. فبيقول لك كده زي ما دلوقتي اهي، سيبك من السيكس سيجما نرجع لها تاني، او حتى هو خلاص بيقول لك هو نفسها بروسيس امبروفمنت تكنيك ومعتمد على الدمايك، احنا قلنا هنتكلم فيها بالتفصيل. ادي لينز، ادي مثلا اهي تايشي تي اونو، اشهر من نار على العالم في التويوتا برودكشن سيستم واللين سيستمز. نصيحه مني انك لازم تتخرج لازم فاهم اللين، لان دي من الحاجات اللي هتلاقي على طول متطبقه في الشركه لو انت هتشتغل في شركه انترناشونال، وهتلاقي ده اللي هتلاقي اللي فيها كي ووردز اللي الناس ممكن بتسال برضو فيها في الانترفيو، فلازم تكون اوير باللين سيستمز. فراح قال لك ايه؟ All we are doing is looking at the timeline. طيب ثانيه، انت مش تقولوا لي؟ ايوه عشان انا خرجت ودخلت في الشير فعلا. كده باينه تمام. فهنا بنقول ان all we are doing is looking at the timeline from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash, and we are reducing that timeline by removing the non value added اللي هو بقى ايه اللي هي الويست. باختصار كده هو المين اوبجكتيف او المين بيرفورمانس ميجر بالنسبه له هو التايم، انه بيحاول يقلله. فلو رحت قلت لك يبقى زي ما زميلك قال كده اهو، اللين انا بقلل الويست ممثل في التايم، السيكس سيجما هي اللي احنا بنعمله، هي الاستاتستيكال تولز احنا تحت، لو احنا قلنا التولز اللي انا بتعلمها تحت مين؟ هي تحت السيكس سيجما، هي حقيقه التولز موجوده من قبل السيكس سيجما بعشرات السنين يعني، هو بس سموها بتسميه مرتبطه بالديفرنت ابلكيشن. بس طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو كواليتي امبروفمنت، مينلي انا بشتغل statistical techniques يبقى بريديوس الفاريشنز، يبقى ده بريديوس التايم وده بريديوس الايه الفاريشنز، زي ما انتوا مشكورين تفضلتوا ايه وقلتوا. تمام كده. تعالى بقى ناخد بريك وبعد كده نتكلم في ايه، ناخد الدمايك. ماشي ناخد الدمايك وممكن نسمع في الكوست كمان. الدمايك مش هطول فيه، انا بس عايز اعرف الكونسبت فينا المنهج يعني تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب خلاص ناخد 10 دقايق بريك، اكون انا بقى عملت ريستارت والكلام ده، ونتقابل تاني ان شاء الله.